رادار الأخبار يرصد لكم الآن تطورات تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حيث يواصل المشيعون المرور أمام نعش الملكة الراحلة في لندن قبل جنازتها الرسمية المقررة الاثنين المقبل. ووضع نعش الملكة إليزابيث في وسط قاعة ويستمنستر ويعلوه التاج الإمبراطوري، ومن المتوقع أن يحضر أفراد من العائلات الملكية ورؤساء وزعماء من أنحاء العالم الجنازة الرسمية، بينما سيتوافد بحسب مسؤولين بريطانيين ما يصل إلى نحو 750 ألف من المعزين لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة الراحلة. إذن نتابع معكم هذه الصور المباشرة مع وصول نعش الملكة الراحلة إلى لندن قبل جنازتها. كما تتابعون، وضع نعش الملكة إليزابيث في وسط قاعة ويستمنستر ويعلوه التاج الإمبراطوري. كما أشار مسؤولون، سيتوافد إلى النظرة الأخيرة على نعش الملكة ما يصل إلى 750 ألف من المعزين، كما ينتظر أيضا أن يحضر أفراد من العائلات الملكية ورؤساء وزعماء من أنحاء العالم إلى الجنازة الرسمية. إذن هذه نظرة عن قرب من لندن مع مراسلنا أشرف سعد، يضعنا في أجواء يعني وتوافد هذه الأعداد الكبيرة إلى قاعة ويستمنستر. ما الذي ترصده من هناك أشرف؟ أعداد هائلة وتتزايد في كل لحظة. الطابور الآن وصل طوله إلى 7 كيلومترات، وينتظر أن يتجاوز ذلك ليصل إلى 8 كيلومترات. والتقديرات تشير إلى أن ربما يتمكن من رؤية الملكة أو رؤية نعش الملكة للمرة الأخيرة أكثر من 2 مليون شخص. هذه هي التقديرات التي خرجت عن الحكومة البريطانية. هناك اصطفاف على طول نهر التيمز بالقرب من مبنى البرلمان، ربما تشاهدون خلفي، هذه هي قاعة ويستمنستر هول، وهذا هو المدخل الذي يتم فيه خضوع هؤلاء الزائرين للإجراءات الأمنية المشددة، إجراءات شبيهة بتلك التي تطبق في المطارات من فحص بأجهزة الكشف عن المعادن وتفتيش لكل الحقائب، ولا يسمح لهم باصطحاب السوائل أو الحقائب كبيرة الحجم. وبالطبع فإنهم يحصلون على سوار لليد يأخذون رقما بحيث يمكن أن يخرج الشخص من الطابور لبعض الوقت لكي يستريح قليلا قبل أن يعود مرة أخرى إلى مكانه دون أن يفقده. بعض التقديرات تشير إلى أن فترات الانتظار قد تتجاوز 12 ساعة، ولكن من تحدثنا إليهم توقعوا أن الانتظار لن يتجاوز 6 ساعات، لأن الطابور يتحرك بسرعة والإجراءات تسير بسلاسة. الحقيقة أن الحكومة البريطانية رصدت كل إمكانياتها لتسهيل هذه العملية، خصوصا وأن الوفاة كانت مفاجئة ولم يكن هناك وقت كاف لاتخاذ اللازم من الإجراءات، ولكن أعداد هائلة من رجال الشرطة ورجال الجيش ورجال البحرية الملكية البريطانية كلهم مسخرون في هذه المهمة. كذلك هناك أعداد كبيرة للغاية من المتطوعين يساعدون رجال الشرطة والجيش في تنظيم الأمور وفي تقديم ما يمكن من مساعدات لهؤلاء المصطفين في هذه الطوابير. الجنازة يوم الاثنين المقبل، وعندها ستتوقف زيارة الملكة في قاعة ويستمنستر هول. سنبقى الاطلاع منك عن هذه التفاصيل وهذا الرصد دائما من لندن مع مراسلنا أشرف سعد. شكرا لك أشرف.